ني هاد الحكايه ني على لابلوس ني على هاد الفوضى هاد الكارثه اللي ولينا مضحكه في العالم. كل حاجه دبزه دبزه وتغلاله في الاخر صح. لي فوك لا ريت ان طونك بريزيدون فيدوري برون دي سي ريسبونسابيلتي بصح بارلو تكنيك بارلو تكنيك باركه رانا نتكلموا غير على غير على غير التمسخير ولا يضحكوا علينا الناس بارلو تكنيك ما يحبسونا انا ما اش برك انا دوك انا نقول لك حاجه انا ماشي غير سوي فاتيكي سوي ديغوتي كاع خلاص اي فو كو شاكان بريس سي ريسبونسابيلتي دو سبي هذا دوكا كل واحد ياخذ مسؤوليته في هذه البلاد هذه ولا 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 نوليو حنا ماشي عارف باش ما نروح هاد الجزء. السلام عليكم اصدقائي الاعزاء مرحبا بكم في هذه الحلقه جديده. يا ودي يا بن الشيخ غير بشويه عليك شي نهار غادي تمشي ترتق لك شي عرق في الراس وتصدق ماشي على والو لان هذا الشيء كامل انت راك شحال من خطره قلتيه كتقول بان حنا راه ما عندناش حنا راه ما عندناش ملاعب ولكن دابا انت عييتي ما تغطي على هاد الشيء هذا ولكن هاد الكوارث اللي كيوقعوا هاد الفضائح اللي كيوقعوا دائما في الجزائر في هاد المقابله نتاع المنتخب الجزائري ضد الصومال فهي كارثه. اجي نشوفوا المقطع ديال واحد لا فيديو ونكملوا على الحلقه ديالنا. اسمع هاد الشيء هذا الغيس الغيس كارثه والله القسم الى كارثه. شوف 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 قال لك سيدي علاش ما يعطيوناش ننظموا حنايا كاس افريقيا واش بهاد الملاعب باغي نتوما تنظموا كاس افريقيا فكارثه والله القسم الى كارثه. ملي كتلقى انت اللعابه كيدخلوا وسط الملعب وكيخرجوا وكينفضوا الرجلين ديالهم من الغيس بحال اللي تقول انت يا داخلين في فدان ديال الفول صراحه ربما كاينه شي مؤامره. انا كيبان لي يمكن هادشي الذي يقدروا يطلقوه في الاعلام ديالهم. اصدقائي الاعزاء غادي نمشيو نشوفوا الاعلام الجزائري. اذا قضيه الملعب ايضا وارضيه راح نلعبوا في كاس افريقيا وراح نلعبوا في الموزمبيق حتى الموزمبيق لا نعرف ارضيه الميدان. ممكن لما تلعب منافسات في هذا المستوى اعتقد انه ارضيه الميدان ليست عائق في مباراه مثل الصومال صراحه. نتكلم على لي تكنيسيا اسكو لو ستاد اليوم او الارضيه لا بلوس شفتوها اليوم عائق لمواجهه الصومال؟ شوف بور كومونسي هاد لا بلوس هذه اللي ولات مانيش عارف كاش ولات بلاص ما كي تشوفها هادي سي با ان بلوس جو شونج تي با با تي با ما تقدرش على شهر قبل شهر قبل شهر قبل صح انت تعرف خير مني هادشي قانون لازم شهر قبل صح تكتب الفيفا. هل لا بلوس بالون ما كانش يمشي مانيش ماني با بارفيت باش ما نكذبوش يقول لك هاك نو ني با بارفيت ولكن سي جوا لان بالون شفناه يجري كنا نديرو دي باس يجري ولكن اون بليس اون بليس هاك لعبت كي لي ماتش دونترينمون ادفيرسير سي تان اونترينمون هذا لا لادفيرسير هذا هاي الارضيه ما تنساش بلي دونك انا شوف انا ما اش برك انا دوك انا نقول لك حاجه انا ماشي غير سوي فاتيكي سوي ديغوتي كاع خلاص اي فو كو شاكان بريس سي ريسبونسابيلتي دو سبي هذا دوكا كل واحد ياخذ مسؤوليته في هذه البلاد هذه ولا 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 نوليو حنا ماشي عارف باش ما نروح هذه الجزء. محمد قاسي سعيد هل تعتقد بانه هذه سي فريمون سبه على المردود المتواضع للمنتخب الوطني اليوم؟ قلت الكلمه باسكو بزاف كيما يقول لك ترو سي ترو هاد لي بروبليم هادوما ليكيب ناسيونال في نولينا نقولوا في حقها هي لو كان جينا الامور تسير على قانيها سي تو لي ستاد كاع لي بلوز ملاح اللي يلعبوا فيهم الشامبيونا كون جينا نمشيو على لي راجل كيما في اوروبا ولا في لامريك دو سود ولا ما نعرف وين مي حنا رانا مازلنا ولينا ماشي سو ديفلوبي اون فوا دو سو ديفلوبمون في هذه مات لا بلوز هذه اللي ولينا مشكل صح. ليكيب ناسيونال الاحسن توجد لي بلوز مليحه واش عليه بيسك لي زوتر كلوب نقولوا شويه ولكن هذه واجب عليها بصح باش تملك ناسيونال ان بولوز في المستوى وتلعب اليس صح اني داكور بيسك هنا لي كلوب نوليو ما نشعب ولكن كاناتيك لا لا كاين لا فيديراسيون الجيريان دو فوتبول على لا تيت سي مسيو سادي يفو كي تروف اون سوليسيون ديفينيتيف ديفينيتيف صح نقاش هاد الحكايه ني على لابلوس ني على هاد الفوضى هاد الكارثه اللي ولينا مضحكه في العالم.
كل حاجه دبزه دبزه وتغلاله في الاخر صح. لي فوك لا ريت اون توك بريزيدون فيدرالي برون دي سي ريسبونسابيلتي. قال خلاص من حاجه نزيد نسمع في واسمو الندوه الصحفيه في الندوه الصحفيه ما نحبش نسمع ني كلمه هادي بيلوز ما نحبش نسمع التليفون يصوني سي فو متر دي جون فوي دوتر ولا قال خويا حبس بصح لا كونفيرونس جو في القناه بصح بارلو تكنيك بارلو تكنيك باركة ولا نتكلموا غير على التمسخير ولا يضحكوا علينا الناس بارلو تكنيك مي حبسوا الناس السينما مي سي تو بريزيدون برون سي ريسبونسابيل باسكو سي لو بروميير ريسبونسابل دي فوتبول الجيريا خلاص هاد السينما باركات باركات باركات. نروحوا للتصريح كانت فيه فوضى عارمه سمير عماري. خلينا نشوفوا هاد الفوضى التي في لازون ميكست في المنطقه المختلطه الى غايه الغائها تماما يعني مع حق ما قاله علي بن شيخ منذ قليل يجب وضع حد لهذه الفوضى. إذا هذه صور سمير العماري صور لازون ميكس والفوضى التي حدثت عقب ذلك في حين كان الصحفيين ينتظروا في اللاعبين شاهدوا ما حصل عقب ذلك من فوضى عارمة عند نهاية المباراة. شوف خروج اللاعبين وكأننا في سوق وليس في ملعب وفي مباراة تحت رعاية الفيفا من أجل تأهل إلى كأس العالم. والله انا يعني مؤسف جدا والله انا احضرت وغطيت كؤوس افريقيا في بلدان افريقيه فقيره والله ما شت دي ماتش خمسه ما كيفاش دوك في الجزائر ما نقدروش نغطوا ندوه صحفيه ولا ان زون ميكس ولا اوني اوبليجي ديسكورتي دون فاسون بوليسيير دي جوار نو لا جابريل بي الجزائر تاع الجديده ماشي هذه اون با كونتينيي كوم سا اون با يا لا ريسبونسابيلتي دو لا فيدراسيون بيان سور مي اوسي ملعب عمال الملعب تاعي عمال الملعب شكون الناس اللي راه مشكون نشوفوا اشياء مؤسفه شغل كيما قلت انت شغل في السوق شغل يا با ان بون اورغانيزاسيون هذا مؤسف للجزائر وحنا حابين نديروا ان كوب دافريك ولا حاجه اخرى نو اون با فير دون دي كونديسيون البليغراف رشيد انه كان في منافسه مثل هذه التاهل الى كاس العالم تصوروا لما يجونا صحفيين اجانب من اجل تغطيه هذه المواجهه يقول لك وين لازون ميكس تاعكم كونفرنس دي براس شفنا من قبيله تليفوني سوني سبيتش تاع لونترينر ناسيونال وشو يحدث مانيش فاهم اسكو سي في اكسبري انا بديت خني شك بلي هذه سي في اكسبري كيف ما نقدروش ننظموا مباراه في كره القدم لا لا اليوم 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 سؤال مطروح كيفاش هاد الناس كامل وصلوا لهذاك المكان شكون خلاهم وصلوا لهذاك المكان فوضى فوضى انت اليوم صحافي تروح تكوفري لا رونكونتر تي تروف ميل دي ديفيكولتي باش توصل لا كابين تاعك ولا لا طابل تاعك باش تخدم اليوم نشوفوا الناس هادو حاكمين الجوار هاربين لهم وكانهم ماشي تقبيلات جوج قابضينهم شغل مي سي كوا كيفاش وصلوا لهذاك لوندروا اليوم سؤال مطروح اليوم انا اليوم لو كان جيت مسؤول في الدوله ولا وزاره الشباب والرياضه ولا ما نعرف شكون هو المسؤول اليوم نشوف هاد لي جوار جوف لي نوكات قال هاد الجماعه هاد الناس كيفاش وصلوا اصلا علينا من لي زونكات هادو كيفاش وصلوا لان اليوم ما تنساش عندك رابورتير تاع لا فيفا اليوم راه في الجزائر لو ديليغي دو سيكوريتي لي ديغلي دو اي بو موشوني تو سا لا فيدراسيون بو بروندر اون اموند بو بروندر اون اموند تو سا علاه نوصلوا الى كل هذا الشيء نشاط الرئيس امريكي كيما قال لك رحنا انا كوبر كنا كيف كيف ما نهضروش عليها ادغال افريقيا كاس افريقيا النظام يعني والله شيء على ما يرام شيء مؤسف. خلينا نعاود نقولوا لكره القدم هذه الصور اصدقائي الاعزاء كان هذا هو الفيديو ديال اليوم شكرا لكم بزاف سمحوا لنا لكم نطول عليكم الناس اللي باقا ما شاركتش معنا مرحبا بكم شاركوا وفعلوا الجرس باش توصلوا بجديد اللي كنحطوا دائما في هذه القناه المتواضعه ما غنطولش عليكم غادي نخليكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله ديما مغرب والسلام عليكم.